كله ذبح وما بيت احد بالمجمده ما بيت اجيب يوم بيومه. والله كنت قدام بيت اشوف وحاطه اول شيء حطيت تنور واحد واستعدل شغله وحطيت تنوره واستعدل شغله حطيت ثلاثه واستعدل شغله حطيت اربعه. اهل البلديه رادوها تسوونها حديقه اخذوها رديت حولت بقطعه انطانياها رفيج اللي ولدنا وانطانياها قال لي ام صباح استعمليها وشوي بيها. شويت بيها وحطيت 10 تناني وظليت اشوي فتره وجاني استاذ عمر دبوس وانطاني هذا الموقع والحمد لله والشكر والله وجزاء الف خير والفضل له. صار لي بالعشرين سنه اشوي بالعشرين سنة أشوي أشوي وأبيع للعالم ودجاج طيب ونكهته طيبة وأجيب يوم بيوم دجاج ما أخليه يبات كله ذبح وما بيت أحد بالمجمدة ما بيت أجيب يوم بيومه وظل أشتغل إيه من العشرة الصبح إيه لثمانية ونص بالليل أي وأحط تمر ويا الدجاج تصير الدجاجة شقرة حلوة تصير نكهة تصير طيبة والحمد لله والشكر حتى من الخالدية يجون من السبعة كيل من الجزيرة من الخمسة كيلو من الجزيرة بس جاي أشتري حطب حاط عمال حطب أشتري بثلاثمية وأربعمية وحاط عمل وياي أي والله والحمد لله والشكر أي ولده مساعدون وحاط عمال همزات أي والله.